السلام عليكم. هنبدأ النهارده درس بسيط جدا عن سامو اني، لان في لغط كبير قوي فيه. طيب سامو اني مبدئيا بيجوا مع الاسم الذي يعد والاسم الذي لا يعد، يعني كاونت ونان كاونت. دي الحاجات المشتركه ما عدا بس حاجه واحده لازم اخلي بالي منها، ان سام لو جت مع كاونت ناون لازم يكون الكاونت ناون ده في صيغه الجمله. يعني اقول مثلا there are some students in the class، ما ينفعش اقول there are او there is some student، ما ينفعش، لان انت بتقول بعض من الطلاب مش تقول بعض من الطالب. تمام، فايت بس نخليها. نبدا بقى مع سام اللي هي معناها بعض من. سام بتيجي مع الافيرماتيف ستيتمنتس، الجمل المثبته، زي مثلا اقول I have some money، معي بعض النقود. انا اقول there are some students in the class، يبقى هنا money لا تعد وستودنتس بتتعد، فحطيتها في صيغه الجمل. طيب سام بتيجي في نوعين بس من الاسئله، يعني اللي هشوف فيهم question mark، اللي هم الاوفرنج والريكويستنج. طبعا انت ليك مطلق الحريه انك ما تستخدمش سام، بس احنا بنقول في اوبشن ان انا اقدر استخدم فيهم سام، اللي هم الاوفرنج والريكويستنج. اوفرنج مثلا would you like some tea، هل تود بعض من الشاي؟ would you like to have some sandwiches، هل تود تناول بعض من السندوتشات؟ طيب الريكويستنج انت بتطلب طلب الخدمه، اقول can I have some tea please، هل لي بعض من الشاي؟ طبعا can I have، may I have، could I have some tea please، هل لي بعض من الشاي من فضلك؟ يبقى هنا بطلب، انا اللي بطلب، فدي برضو اقدر او في اوبشن عندي ان انا اقدر احط سام لو حابب. any negative statements، جمل منفيه، ان انا اقول I don't have any money، معيش اي فلوس. there aren't any students in the class، لا يوجد اي طلاب. واقدر اقول there isn't any student in the class، لا يوجد اي طلاب ولا يوجد اي طالب، دي براحتك. لذلك any اقدر استخدمها مع لو الاسم بيتعدى، اقدر اجيبها اجيبه في المفرد واجيبه في الجمع. اللي هيختلف بقى معايا isn't و aren't، اهم حاجه النفي يا جماعه مع any. طيب any كمان بتيجي في اي question تاني بقى، do you have any money، هل معك اي نقود. طبعا بتيجي في اي سؤال ما عدا الاوفرنج والريكويستنج اللي بيجي فيهم سؤال. is there any student in the class، هل يوجد اي طالب في الفصل. فبتيجي في الاسئله ايا كان نوعها ما عدا الاوفرنج والريكويستنج اللي تيجي فيهم سؤال. خلاص كده يا جماعه، يا ريت اكون فدتكم واشوفكم فيما بعد، ويا ريت ما ننساش لايك وشير ونحب. السلام عليكم.